اثنين واحد. سوبرز استيرو ما شفتوا من استيرو ما عم بتشوفوا منها سوبرز. ماريكا شوفي ماريكا مارفل ماريكا اند مارفل عم تعملوا البوم. مساء الخير سوبر سوبرز عم نمسي عليكم اليوم لانه اليوم مثل ما انتبهتوا انه ليل علينا الليل ومعررين نعمل اليوم تصوير مسائي. ليه؟ تقلكم شو صار؟ انا ركبت على البول هونيك سوبرز بارز من حديد على اساس انه بدنا اعمل تحديات وبدي كسر الدنيا بدنا نولع الدنيا. الفيديو الماضي عملنا تحدي انه اول تحدي كان علي ايه انعطبوا انت احترقت ايديون. ليك 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 شو صار؟ ليك هون هون مستشفى هون ما بقى قدر التعلي. اكتفيت رح تعملت علاج طبيعي. ايه بلشنا ثيرابي هون بلشنا ثيرابي عملنا صور. ايه خلص قلت لهم يا جماعه بدنا نعمل بعض التحديات. النو واي شو بدي اعمل؟ بفكها؟ لا سوري ما رح فكها. فانا شو قررت اعمل؟ عندي فكرة فيديو حابب اعملها من زمان اللي هي انه نحن ننزل على المسبح ونقضي يعني ليلة بالمسبح. ما استرجعينا نقول له لا بقى خلص ما قلنا عليه. ما كنت عم تزبط الفكرة سوبرز معي ابدا لانه المسبح ما فيه اضاءة فكل ما انزل جرب يعني الكاميرا ابدا ما بتعطيني صورة حلوة فكنت عم اجل الفيديو اجل الفيديو يعني حتى اشعار اخر. وز 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 شو بك انت؟ شو بكي؟ وإذ قررت سوبرز إنه حول هيدا السقف اللي كان مفروض يعمل نعمل أي تحديات حوله لسقف سوبرز من إضاءة ومن إنارة. صار لي ساعتين بشتغل أنا والشباب وعملنا عليها إنارة وهلأ جي سي رح يضويها رح ينورها فرجينا إياها لا تشوفوها أنتو والسوبرز مع بعض. يلا يا جي سي يلا يلا جاهزة يلا يلا ثلاثة اثنين واحد. روح كتير قوية الوائز تبعك كتير قوية. شو الوضع؟ واو حلوة 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 حلوة. طيب لخبر سوبرز تفاصيل الفيديو. سوبرز رح ننزل على البول هلا نحن بالله هلا الساعة 9 الصبح 9 بالليل هلا 9 بالليل هلا الساعة 9 بالليل لا ما لا انا ناوي ضل الصبح بس يعني اللابسيس 9 الصبح 9 بالليل هلا يا حو الليل مليل الليل علينا سكرها الساعة 9 بالليل هلا سوبرز جبت بشاوي بدنا نعمل هلا مشاوي نعمل برجرز على الفحم ورح نلعب ونغني ونعمل تحديات انما انما توني مقرر يرفع مستوى التحدي اوبا كيكي بس قولي قد ايه لوين بده يرفع مستوى التحدي اوكي سوبرز بدنا نرفع مستوى التحدي وتوني مقرر انه نحن يا جماعة الخير رح نضلنا بالبول للساعة 3 الفجر هيدي الانما ما قلت لنا اياها فسوبرز لكن نحن رح نضلنا بالبول رح نتعشى ورح نقعد بالبول للساعة 3 الفجر سوبرز ورح نشارككم كل لحظة بلحظة لحظة بلحظة شو عم بصير؟ شو بنعمل؟ نعمل حساب كل اسئلتي، جبت لك مات رح انفخ لك اياها وتنامي ترتاحي بعدين بالبول بلشنا نضيع وقت كل واحد منكم يفوت يجيب الشيء اللي مسؤول عنه يلا يلا, يلا. سوبرز بس شو رايكم بهالفكره؟ قد الفكره حلوه قد اوريجينال ليكو 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 شو حلوين وزعت تشاينيز بولز سوبرز من قلب البول المشهد كمان بده يكون رائع ما كل واحد مسؤول عنه انت شو عن شو مسؤول؟ بس عن التحديات وعن القواص عن كل شيء في خطير انت بتعرف وانت شو جاي فرجي فرجي هلا هن كانوا معبيين بلش ليك يا صحه يا حبيبي انت جاي بصحون يا بوبي الله لك تسلم هالديات بصل بده ينعمل على الفحم والبندوره والسلاد والخبز يامي يامي تفضلوا تفضلوا اهلا وسهلا ام توني ام توني شو رايك يما شو قد ايه حلوه شفتي شو حلوه رائعه رائعه شو هالقضوي بهالليل حبيبي لحمه البرجر تفضلي تفضلي يا هلا يا هلا شو هال شو هال يعني العسل جايب لنا فواكه يعني خدي لك على كالوريز هلا خدي شو بالسلاح انا عسل وعسل خير بالسلاح شو جايبه انت؟ انه معقول نبقى للساعة 3 الفجر وما عامل روتين المسائي عم تمزحي بدك تعملي السوبرز روتين كل مساء روتين المسائي يو تفضلي اهلا وسهلا تفضلي تفضلي ميرسي اول النازلين كيكي يلا يلا ماريكا يلا ماريكا حلوه المي كثير حلوه المي بدها تتفشها
شو الوضع؟ وشو الأجواء جوا؟ ليك سوبر سلايك ليك شو حلوة من جوا جنة الأميرات ما يدريمين لحظة ما أنت نطرتني لأنا أنزل تقول جنة الأميرات إيه ما أنا بس أنت نزلت واو هاي الطاولة اللي بس شو ما طرحها في شيء أهم بده ينحط هلا ما بتصور كيكي كيكي ما في شيء أهم من إنه أنا أكل حبيبي روتيني المسائي أهم روتينك المسائي أهم شو بدك تعملي طيب بدي أعمل روتيني المسائي بدي أغسل وجهي ونظفه وبنرجع فينا نكمل فينا نعمل بعدين نكمل حياتنا اوكي هلا كل حياتكم واقفه على روتين المسائي سوبرز معودين علي دائما اعملكم انا روتين الصباحي واستعمل اللونا ميني 3 واستعمل يو اف او 2 واستعمل البيض بس اليوم حسيتوا كل الانظار علي بس اليوم بروتين المسائي رح استعمل لونا ميني 3 اوه هيدي ميليسا جايبت لي المي العذبه لانه ما رح فيه غسل وجهي بمية البول وماريتا جايبت لي اول شيء بدي بلل الوجه طبعا انا شغل الميك اب عن وجهي بس لازم يكون مبلول حتى قادر استعمل اللونا ميني 3 مع المنظف منظف تبع اللونا بفتحه بهذه الطريقه وبحطه على ديفايس على اللونا ميني 3 وبلله شوي استاذي معلي لانه مش عرفت كيف يعني في كاميرا بدي صور للسوبر شو عم بيصير كثير كثير محمس عبي عارف شو عم تعمل كيف تستعمل ايه حبيبي احضري الفلوج احضري الفلوج شو عم بيصير اوكي وراح يكون في رابط بالصندوق الوصف كمان انزلي اعرفي كل التفاصيل تبع الفوريو تبع اللونا اوكي يعني ما شفتك انت حطيتي هلا المنظف على اوكي سوبر 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 المنظف على اللونا كثير بحبه بالفوري يو باللونا ميني 3 انه مع ابلكيشن فدايما بستخدمه خبري ما لسه انت ما تروحي لبعيد اذا بتحبي بدك تنزل الابلكيشن لانه كثير بتساعدك نختار من الديفايسز كلهم اللونا ميني 3 وبنحط ستارت الحلو انه هي بتقلنا كيف فينا كيف بننظف يعني تعطينا 15 ثانيه على كل ميله من الوجه واو هلا هي الابلكيشن بتفرجيكي على كل ميله من الوجه قد ايه بدها وقت 100% بتقسم لك الوجه يعني 15 ثانيه فور هيد بعدين شمال 15 ثانيه يمين 15 ثانيه تحت 15 ثانيه بدقيقه بتنطفي وجهك كله واو بدي اقول لكم انه لونا ميني 3 معموله من سيليكون وكثير ناعمه على البشره وكثير بتنظف بعمق بتشيل الرؤوس السوداء بتنظف الوجه منيح من الافرازات وبتعطي عن جد نضاره كثير هيك يعني ثقة بنفس قد ما بتكون يعني بعمل لونا سري ميني 3 وبمشي عادي يعني خلصت ثقة بالنفس اللي عندك يا خبروني سألوني إلي عن الثقة بالنفس كان بعد ناقصك اللونا وفوريو ليصير عندك ثقة بنفسك أكتر بعد في أحلى منها سوبر شو كان صاير عليك ما صايش بينك كلك صابون كلك منظف وكل اوكي تفضلي شو كنت عم بتقولي شغله تانية كمان بحبها توني كثير باللونا ميني 3 انه موفره علي وعليه كثير علي انا موفره علي انا موفره انا وياه لا لا انه صار ملاحظ انه بطلت اشتري كريمات قد قبل صح. بطلت اقول بدي اروح عند ديرماتو قد قبل بطلت اقول بدي اعمل علاجات لوجهي فعليكوا ضحكتوا من ورا الكاميرا لا عن جد it worth the investment تبعها كتير بتوفر وكتير مريحتني حسك كتير مأثر بروتين كيكي المسي نايس عن جد يعني صراحة يعني أنا شاب هيك اتخذت برو بصندوق الوصف اوكي نزل ايوه بنزل هلا فوت على فوت بوس على اللينك اوكي بتعرف كيف التفاصيل عن فوري فوت اشتري وحده اشتري وحده من بدك انت لانه بدك كثير زبط حالك واشتري وحده لخيك الصغير تكرم اشتري وحده تكرم سوبرز من بعد ما كيكي خلصت روتين المساء هلا انا اللي بيبدا بالعشاء صبايا كان وي ايت يلا نولع عمان قال سوبرز بدنا نولع عمان قال هلا وبدنا نعمل البرجر كيكي يلا هذا الانطون وصل مع الفحمات ام توني ساعدتنا ودورت لنا ولعت لنا الفحمات يلا اوكي كملت السفره واو يا توني شو هيدا اوكي كيكي انا هلا ضايع
بين شو وشو؟ ماني عارف اذا انا هلا بدي سمي الفلوج نزلنا المسبح الساعه 3 الفجر إيه؟ ولا اذا بدي سمي الفلوج حولنا المسبح لمطعم. اوكي اوكي العنوان رح يكون نزلنا المسبح الساعه 3 الفجر وحولنا المسبح لمطعم. او حولنا المسبح لمطعم الساعه 3 الفجر. هول الشباب بلشوا بالشوي، كل واحد استلم منقل. ياه شاب تالت وين ضايع؟ انا عم بشرب حامل جاد الناتشوز كله بنيدي. انا كنت دايما اقول منين جايبه هضامتك؟ بتعرفي من اخواتك. مش معقول اثنيناتهم قدام بعض. هو في البابا الاساسي. بابا هو الرئيس الكبير. هو اهضم واحد عم يحضرك. احلى عم بالعالم. احلى عم بالعالم. احلى حما بالعالم. كيكي تعال هون صوري مشهد اخراجي. هيك من هون كيكي. واو واو لك الريحة لك الريحة. أنا جوعانة. شو قلتي ماريكا؟ جوعانة. جوعانة؟ You want me to teach you جوعانة in Italian؟ إيه. وتانتا فاضي. أنا كتير جوعانة. أنا وتانتا فاضي. طيب سوبر شوفوا هيدا المشهد الإخراجي صراحة ما عارف كيكي شو أخذت لكم. لا ما قدر يعني لا عندي اي تراست شو حياتي اذا بس بقدر الفلوج وبلاقي مشهد من شكل. اوكي فسوبر الصراحه يعني رح اخذ لكم مشهد اخراجي انا كمان زياده امان. هيدي عندي وهيدي عند جي سي. واو نايس اميزنج انتوا شناشو يلا الشباب هني وعم بحضروا المشاوي. ميشا عندك مهمة تانية غير أكل تشيبسي. غير أكل تشيبسي تريح شوي يلا. وهيدا شايفة بدك تفتحها وتنفخها وتحط لي اياها عيزتها. يا هلا بالفادي. شو يلا البرجر صاروا على آخر تقريبا بابا وخاله كمان صار على آخر. جربها. هي معمول هي معموله لما تغرقي. انت حسيتك عم تغرقي رح تغرقي فيها. يلا باي كيكي. واو لك هالمشهد. الى اللقاء. اوه يا محتال شو عم تعمل مان هلا؟ شو هلا البصل والبندوره والطماطم بيسخسخوا عليهم على الشوي فتخيل بس تعمل. شهيتني. واو 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 ما عرفت شو عم تعمل. ليك سرق تفاحة. صحتين يا خالة صحتين. جايسي على فكرة توني أطيب مين بيعمل برجر بالعالم. بعرف واو هيدي شهادة أنا بعتز فيها. خلي لي إياكي برو. حياتي برو. قال لي برو عشري انا وياك. اوكي 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 اذا من هيدي الناحيه حلوه طلعت منك. حلوه يا برو. يلا جايز 2 مينتس خورنا مان. يلا اعطوني 2 مينتس. اولك مين اجا؟ هاي رجينا. شوفي عم تاكلوا برجر بدون بطاطا. لا ليك ولو يا عيب الشوم يا عيب الشوم. مش عايز اسيب حد. ولو اكيد الكم. يعني صار عن جد مطعم على الاصل توني. ايه في مشاهد ما حبيت. شو خالو شو قول يلا قول. سوبرز بابا بيعمل اطيب برجر بالعالم. يا شباب صبايا لحظه شوي. لحظه شوي بعد البطاطا ما معقول شاف وين صرت خيب. بدنا ناكل رح خلصوا البطاطات. عم هريك حامل البرجر تبعه وجاهز ريدي تو ايت حياتي. يلا عن جد يا كيف بدك تعلكم شغله سوبرز. يعني انا لو بترجع لالي ما بترككم هالقد على النار. بس كيكي ما بتحب ابدا تاكل ميكوي يعني اللي هو دايما بديها ويل دون. ايه كيكي بتفضلها دايما ويل دون. فمشان هيك بنسوي اللحمه اكثر على مع كيكي بالشوي. نحن حرقناهم سوبر سابنو كيكي. حتى فيي هلا
بلش الصبايا يحضروا الطاولة. مطرح هونيك طاولة السفرة يعني توني؟ هون طاولة السفرة؟ صار في كتير مي عم ننقل الغراض. شوي 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 توني وين بعد السفرة؟ لسه مسؤولة عن الكاتشب. ايه وما لك فادي فادي يلا يا بابي عيط لأم توني كمان عيط لأم توني كمان ولا تيتا ريجينا. يلا حط اللحمة. يلا كيكي مسؤولة عن الكول سلو. بس دايما بتقول لك كول سلو احلى ما تتشردة. لا اتخبى وراي. ما تضحكي له انا بتقول هلا. كيكي كيكي بصل بصل بندور الكول سلو. ايه حبيبه قلبي ايه في طريقه معينه وما بتحط فيها فرنش فرايز ابدا. لا مين قال فرنش فرايز على جنب. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. لحظه انا عندي حل كتير 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 قوي انه من بعد ما نحطها ونطبقها هيك شو رايكم نرجع نحطها على المنقل كمان شي 1 مينت. اوه نايس. شو يا بطل انت فيك تقعد وتحط اجريك بالبول اذا بدك. اوكي كانك هيك قاعد معنا بالبول. يلا بابي شو حلو المنظر. انت البول؟ نعم. شفت شفت شي حلوه؟ كثير حلو. حلوه. رح اعمل جوله للسوبرز بقلب البول يشوفوا اللايت. اوكي شوفوا السوبرز من قلب المي من جوا. طلعوا 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 طلعوا. واو كليك 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 شو حلوه؟ الكوينين الكوينين كلهم مجمعين عم بيحضروا البرجرز. يلا اطيب برجر لأنتوني وللماما. وصلت لنا على التليفون على راس لحظة ليش انا كنت برضى اصلا انه انا اخذها؟ توني انا سألت سؤال انا كنت برضى اخذها؟ ايه انا عادة. اوكي يلا هيدي الوصفة السرية وهيدي كله عم يتدفق فاينل تاتش كله كله ايه الفاينل تاتش هيدي كتير مهمة نرجع ينحطوا كلهم كمان على الجريل. يلا 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 ودي 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 ليك فادي ليك فادي شو يا بابا جعان. يلا يا حبيبي دقيقه بالضبط ورح تاكل اطيب برجر سوبرز برجر توني العالميه برجر توني الشهيه. خليني اخبركم سر عني انه انا شو رايك بس شو رايك بعد ما بلعت لازم على عميانك كيكي لازم على عميانك سوبرز. لحظه لعمل فوكس على وجهي. اوكي سوبرز انا كتير كتير صراحة حابب افتح شان مطاعم يعني برجرز اسمها توني سوبر برجر وبعملك لقالك انت سكشن اسمها كيكي هيلسي برجر. انا معك تعمل انت برجر هيلسي وانا بعمل برجر سوبر. اوكي وبنعملها شان عالمية 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 لكل السوبرز كل السوبرز موجودين بكل البلاد بكل بلد بيكون في هيدا الشان منشوف شو منسميها ومنفتحها. شو رأيكم سوبرز بالفكرة؟ انا ان شجعوني سوبرز شجعوني بالكومنتس اني اقوم بهيك مشروع. انت شو ما قولي بعد لهلا مسط عم تخلصتها قادره اوقف اكل بس تشوفوا بس تشوفوا شو ناطركم بس نفتح الشان. اوه ماريكا شو از ات بيتر ذان ايطاليان برجر هاي بلاكي انا طلعيب عليك. اوكي صحتين صحتين. اوكي سوبرز جي سي طلع بفكره هلا وعم بفكر عم بيفكر انه يعمل خيمة يعني هيدا كله لما يشيل الاضاءة يعمل خيمة يسقفها شادر اكبر خيمة فوق البول. واو ونعيش فيها يوم كامل ونعيش فيها يوم كامل شو رأيك؟ ليك حلوة حلوة فكرة مجنونة ولذيذة. يلا نحن الجنون من وين؟ وين الجنون؟ سوبر فاميلي سوبر فاميلي. اوكي سوبرز رابط قناة جي سي وماريكا رح حط لكم اياها هلا بصندوق الوصف. اذا بعد مش مشتركين عنده سوبرز اشتركوا عم نعمل كتير فلوجز حلوة عنده ليكوا افكاره شو مجنونة واكيد يعني اذا بكره صورناه بركي بعد بكره يعني يومين زمن سوبرز انتظروا الفلوج عنا على القناه انتظروا انه بده يقلب البيسين عنا هون لخيمه وبدنا نعيش فيها يوم كامل 100% نايس. يا 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 طريق شو عم بيصير؟ هيدا حجم ولاد اخي كثير صغير مرتك عم تحملني؟ الساعة 12 بدي نام كنت طارت معوستي هلا جاي انا مستني الساعة 12 بالليل الاولاد ناموا والله واحد بده ياخذ غطا على رواق. انت نام على بطنك انت ليش كمان واقف؟ انا هيك شو عم بيصير؟ شو خليك احسن مني؟ شو عم بيصير؟ مقصدي انا اول كروكوديل نو واي نو واي اخ بجعني بطني طفوا كل شيء كله نام الاولاد ناموا نيمون انتوني كمان بس عم نعيط نحن بدك شو عم تصرخوا عم تصرخوا طلعوا علينا الاهل بسببكم ليك ليك كيف جايين علينا ليك ليك اي ساعه بدكم تضلوا يا امي بهالمي يا عمي ما بردتوا لا لا ما يا ماما شو معكم يا ماما شاي شاي ماما لانه عن جد ماما يا
بتفرجيني بتعرف تطلعوا سألي توني توني بتعرف تطلعوا هو السبب مش قبل الثلاثة يعني ثلاثة وربع يا حرام ماما عنوان الفيديو نزلنا المسبح ثلاثة الفجر الولاد ناموا ماما الولاد ناموا من ساعتين خلاص ماما انتوا كمان حطوا لنا هالشيط وفوتوا ناموا لا لا ما فينا ننام انتوا بالماي انتوا بالماي بدكم تضلكم لثلاثة ونص أربعة سهرانين رؤية أمي رؤية مشهد إخراج ايه مشهد إخراج يلا روح قولولون يطلعوا من البول ماما أنا مفوكس على هيدا قولولون يطلعوا من البول بليز ماما بطلت ايش ماما وعمل لك مشهد اخراجي وضحكت الاجانب علينا وصاروا كل العالم عم يضحكوا علينا لا لا شوف شوف رح يسامحونا رح يقولوا منيح لي قدرة تقشع عبتوني كتر خيرك يا حبيبة قلبي لك تسلم هالديات حبيب قلبي تسلم هالديات يما حبيب اوه سوبرز لك المشهد شو حلو لك الشاي بالبول عم بتمشى شو بعد في شي ما عملناه بهالبول يعني شو بعد في شي ما اكلني شو بعد في شي ما شربني شو بعد في شي ما شربني لحظة بدي اقول لك شغل روح سويت بقرا كومنتس من سوبر ايل بول سوبر فاميلي لو تكلم عن جد شو كان قال مش معقولة شو كان قال بول سوبر فاميلي مش معقولة حل عني ارحمني حل عني طيب يا جماعة هيك نحن قاعدين هلا وسهرانين مع السوبر سهرة حلوة شو رأيك كيكي تلعبين أنا وإخواتك أوكي عقازيات يي كتير بحب بلاد كتير بحب أوكي. يلا تذكرها قلت لك شاينا شاينا مرة في بلوك قالت كيكي بلد بحرف الشين قال شاينا وقالت له قالت له 1-0 لجيسي انت قوي فيها؟ أنا بس قوي بس قوي كيكي كيكي تحدي قوي لك راس براس انا واخواتي يلا جاهزين جاهزين يلا اول بلد معنا رح يكون بلد بحرف الكاف كويت يا عزيز انا قوي 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 بس لحظه مين سبق مين سبق مين سبق جايد اوكي انا اللي سبقت انا بعتقد انا سبقت كمان يا عم تعادل 0-0 عن جديد جاهزين بلد بحرف اللام لبنان قولي لي مين سبق يا سوبرز لا طوني 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 1-0 بلد بحرف الميم مصر مصر طوني شو طوني كمان لا بس هو لانه اقرب منك عم تسمعي اسرع لام لبنان ما خلصت بلد بحرف لبنان هلا كفينا اللام يعني اول شيء لام لبنان ولو عيب انه لام لبنان ميم مصر ولو عيب كاف كويت ولو عيب ايه بصراحه بلد بحرف الالف افغانستان ولا عيب فيري نايس بلد بحرف بحرف الشين شاينا ثلاث يوعوا الاولاد كسر لايده كسر ايدي بس لحظة سوبرز أنا ما بحب أبداً أن أعطيكم معلومات خاطئة بالبلوج أبداً ما في شيء اسمه شاينا لأنه الصين بس إحنا نكتل من ورا من ورا المرة اللي صار بلد بحرف الشين شاينا خطأ سوبرز أوعى تتعلموها أوعى تتعلموها يلا يلا بلد بحرف الباء بنجلاديش برافو أربعة أربعة أنا معطوني أنا معه حسيتك عم تشجع بس أنا بس حلوة بحرف لحظة انت بطلت معنا بالكاميرا وهالبنت عم ترجع لورا غرقت عم بتجرب تطلعنا كلنا وهي بعدها بترجع قربي قربي علينا بلد بحرف بس خلينا نحن نبين شفتك ايه سيطري بلد بلد بحرف الجيم جورجيا سبقتك ما حدا قال لك تعطش مين رفع حال مين رفع حال هلا انت انا حبيبي هو قال له واحد بيجاوب لك بدها تربح اخواتك قال له واحد بيجاوب لك بدها تربح اخواتك بلد بحرف الهاء هولندا برافو برافو اوكي سوبرز حسي انه هون صار في تعادل هون برات اللعبه يعني مش محسوب انا هون هون صار في تعادل فتن انهيها بدي اعطي اخر حرف وبدنا نحسمها نشوف مين الربحان جاهزين جاهزين حرف بلد حرف بحرف حرف ببلد هيك يلا بلد بحرف الدال دنمارك يا الله برافو جود جاب برو جود جاب تاخذين فيك
Okay, super. It's now 3 a.m. I think we did it, right, guys? Yes, we did it. Yeah. Tony, we did it. Hey, please. يلا طوني. يلا. يلا سكت. We did it. خلاص. يا جماعة الساعة 3 بالضبط. إيه خلاص يلا. يلا. وبركي في حدا من السوبر ساعته مأخرة دقيقتين مثلا، بعدها 3 إلا دقيقتين عنده. شكرا لك. لوين عم بفكر بكل واحد من السوبرز اللي عم شو هالبي هيدا الكبير. هلا اللي ساعته مأخرة 10 دقايق يصلح ساعته. إيه لا بليز يعني لأنه نحن مش قادرين بقى. أخرين دقيقتين. سوبرز اوكي يلا اوكي سوبرز بتصور الساعة 3 الفجر نحن وين؟ بالبول اوكي المي يعني من تحت دافية فوق بس من فوق مش دافية قلب عم بيطقطق هيك فنحن هلا رح نطلع سوبرز وبدنا نتحمم بعض بمي عم تغلي انا كمان؟ لا جايز عم بمزح سوبرز عم بمزح الولاد نايمين هاي سوبرز بس للأمانة كثير تسليتها كثير كثير ضحكنا سوبرز استيرو ما شفتوا من استيرو ما عم بتشوفوا منا سوبرز رح تضلوا عم تشوفوا لبعدين سوبرز إذا حبيتوا إذا حبيتوا هيدا التحدي اعملوا كثير لايكس على الفيديو انتظرونا بفيديوهات جديدة سوبرز شوفوا فيديوهاتنا الباقية على القناة ليه انا كذب غفيت اشتركوا بالقناة سوبرز بصيت كتير كتير